التنين يشعل فتيل الحرب. بكين تجهز لحرب كبرى قد بدأتها بالفعل منذ أكثر من 3 أشهر. أطلقت مدافعها وصواريخها في وجه تايوان، والأخطر هو دخول المحاربة الصينية J-11 إلى الحرب محملة بمئات الصواريخ النووية. ولا يفصل بكين عن الهجوم إلا إشارة البدء فقط، وعندها سوف تنقلب الأمور رأسا على عقب. منذ أكثر من 3 أشهر وبالتزامن مع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، قرر التنين الصيني أن يغزو تايوان برا وبحرا وجوا لكي تستعيد بكين السيطرة على تايوان. فطوال 4 عقود كاملة سعت فيها بكين لضم تايوان إليها مرة أخرى، حيث أن العلاقات التي تجمع بين البلدين هي علاقة تاريخية. عندما كانت تايوان والصين دولة واحدة حتى عام 1949، عندما قرر القوميون بقيادة تشيانغ كاي شيك بالفرار إلى جزيرة تايوان من أجل تشكيل حكومة استبدادية منفصلة بعد خسارة الحرب الأهلية في البر الرئيسي أمام الشيوعي ماو تسي تونغ، وعلى الرغم من استقلال تايوان التام، إلا أن الصين لا تزال رافضة لفكرة استقلالها، بل وتتبنى مبدأ الصين الواحدة، وهو ما يعني أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين حتى تنضم إليها. وعلى مدار 40 عاما تلقت تايوان تهديدات كبرى من الصين، كان آخرها منذ أكثر من 3 أشهر مع اقتحام 9 طائرات إلى منطقة الدفاع الجوي في تايوان، كما اقتحمت سفنها الحربية المياه الإقليمية في تايوان. ولكن الغريب في الأمر أنها لم تهاجم تايوان، حيث استدارت الطائرات والسفن ورجعت مرة أخرى، وعلى ما يبدو أنه كان مجرد تهديد فقط. ولكن سرعان ما عادت بكين الطائرات مرة أخرى واقتحمت 30 طائرة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي إلى منطقة خط الدفاع الجوي التايوانية، وتحديدا من جهة الجنوب الغربي منذ أيام قليلة. وتوغلت الطائرات في العمق لمسافة وصلت إلى 10 كيلومترات، وهذا الدخول يعد هو الأكبر للطائرات الصينية منذ 23 يناير من هذا العام، عندما أرسل الجيش الصيني 39 طائرة إلى المنطقة التايوانية، كما شهدت طوال الفترة الماضية الكثير من العمليات التدريبية التي تجريها الصين في إقليم تايوان البحري أو منطقة خط الدفاع الجوي التايوانية. وقد أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الطائرات التي دخلت إلى منطقة دفاعها الجوي هي طائرتين من طراز KG-500 و6 مقاتلات من طراز J-16 و4 طائرات من طراز J-10. وقد شاركت في العملية طائرة استطلاع من طراز Y-8 وطائرة مضادة للغواصات وللحرب الإلكترونية. ولكن الأخطر بينهم هم 8 طائرات من طراز J-11 القادرة على حمل 100 الصواريخ النووية. هذه الطائرات التي بدأت الصين في تصنيعها عام 1998، ولكن في إنتاج مشترك مع روسيا، الذي توقف تحديدا بعد بناء حوالي 100 طائرة من هذا النوع. وبعدها بدأت الصين في إنتاج إصدارات أصلية من هذه الطائرة مزودة بمحركات أصلية. تعد هذه الطائرة من المقاتلات التفوق الهوائي المزدوج المقعد ذات المحرك الواحد، والتي لها قدرة كبيرة على اقتحام أي مدى مهما كان عمقه، فهي من الطائرات التي تمثل خطورة كبيرة عن غيرها من الطائرات ذات الطراز المختلف. وعلى الرغم من النسخ المتقدمة من نفس الطائرة، إلا أنها تبقى الأقوى بينهم. وحتى هذه اللحظة لم ينشب أي غزو من قبل الصين على تايوان، حيث اقتصر الأمر على اقتحام الطائرات الصينية 30 إلى خط الدفاع الجوي التايواني، ومن ثم استدارت وغادرت المنطقة، وعلى ما يبدو أنها خطة صينية تعتمد على عنصر المفاجأة في ظل التدريبات الكثيرة التي شهدتها سماء تايوان خلال السنوات الماضية، حيث ستعقد بكين النية ذات مرة وستغزو تايوان بهذه الطائرات بدون رجعة لهم. وسوف تعتمد الصين في حربها على سياسة روسيا في الهجوم على أوكرانيا في ظل وقوف العالم مكتوف الأيدي أمام هذه الحرب، ومن الممكن أن تقود هذه الحروب إلى الحرب العالمية الثالثة.